أقبار الحادي عشر من طناصح نسهلها بالعناوين. بعد تحركات المنطقة العسكرية الغربية بزوار السراج يأمر بإيقاف الأعمال القتالية في ذات المنطقة. الورفلي وآخرون من ميليشيات الكرامة يرفضون القرار الصادر عن خليفة حفتر. ميليشيات الكرامة تستهدف مدخل درنا الغربي بالمدفعية الثقيلة. أهلا وسهلا بكم. قال عميد بلدية زوار حافظ بن ساسي إن رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج قد اجتمع مع وفد بلدية زوارة بديوان المجلس، وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تجميد كافة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية والدعوة لاجتماع المشترك بحضور أسامة جويلي. هذا وكد بن ساسي في تصريح لتناصح أن الحكومة المقترحة دعت لاجتماع آخر يضم كافة الغرف الأمنية في المنطقة الغربية وبحضور أسامة جويلي في منطقة المحمية. هذا وأشار بن ساسي إلى أن الهدوء يسيطر على كافة نواحي المنطقة المحيطة بزوارة، وأن المنفذ الحدودي مع تونس لا يزال مقفلا بسبب توتر الأوضاع الأمنية. هذا وكان آمر الحرس الرئاسي في منفذ رأس جدير العميد حافظ غالي قد أكد دخول قوات مجهولة الهوية بطريقة مباغتة إلى المنفذ في إشارة منه لقوات أسامة جويلي. وأضاف غالي في تصريحات له أن المنفذ شهد جبهة قتال الجمعة بينهم وبين القوات التي وصفها بالميليشيات، وطالبا الرئاسي المقترح وأمر الحرس الرئاسي النكوع بالتدخل لوقف هذا الاعتداء. يشار إلى أن الحرس الرئاسي بأزوارة لديه تكليف سابق من قبل الحكومة المقترحة وإدارة الحرس الرئاسي لتأمين وحماية منفذ رأس جدير. في المقابل قال المتحدث باسم قوات المنطقة العسكرية الغربية عبد الله الفكحال قال إن العملية بأبي كماش تهدف للسيطرة على المنطقة الممتدة من أزوارة شرقا وحتى معبر رأس جدير بالغرب. وأوضح الفكحال في اتصال مع تناصح أن هذه العملية تأتي في إطار فرض الاستقرار في المنطقة الغربية والقضاء على المجموعات التي تمتهن التهريب بحسب قوله. بدوره أعرب المجلس البلدي زوارة ومجلس الحكماء والأعيان في المدينة عن استنكارهم للهجوم الذي قادته قوات المنطقة العسكرية الغربية والذي أدى لترويع ومحاصرة سكانها بحجة بسط نفوذ الدولة دون الرجوع إلى السلطات المسؤولة في البلدية. هذا وحذر المجلس في بيان له الجمعة كل من تسول له نفسه من الدخول إلى الحدود الإدارية لزوارة، ومؤكدا بأن جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية أيضا سيكونون سدا منيعة ضد القوات المهاجمة. هذا وطلب بلدي زوارة طلب الجهات المسؤولة في الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه أهالي المنطقة الغربية وتقديم كافة الدعم والإمكانيات للقوات المكلفة رسميا بتأمين منفذ رأس جدير. حضر المتحدث باسم مستشفى زوارة المحلي فهد قرب من ارتفاع وتيرة الاشتباكات الدائرة في أبي كماش غربية زوارة، وقال قرب لتناصح الجمعة إن وضع مستشفى المدينة لازال مستقرا مؤكدا عدم قدرة المشفى على السيطرة على الوضع حال تواصل الاشتباكات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى أيضا. من جهة أخرى قال المتحدث باسم المستشفى إن الحصيلة النهائية للإصابات هي قتيل واحد وثلاثة جرحى. بدورها حملت مديرية الأمن في مدينة زوارة وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة مسؤولية الاشتباكات الدائرة في أبي كماش وما تؤول إليه العملية العسكرية التي أطلقها أسامة جويلي. وقالت مديرية الأمن في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت إن المجموعات المسلحة التي يقودها جويلي أقدمت على الهجوم على بوابة منطقة أبي كماش ومركز الشرطة في المنطقة، وذلك يوم الجمعة بحسب نص البيان. استنكر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وما وصفه بالهجوم السافر على بلدية زوارة
معتبرا إياه تهديدا لجميع أمازيغ ليبيا المؤيدين للوفاق الوطني. المجلس وفي بيان له وصف القوة التي هاجمت منطقة أبي كماش الجمعة بالقوة العرقية التابعة لأمر المنطقة الغربية جويلي، ومبينا أن هذا الهجوم روع الأمنين باستخدام الأسلحة الثقيلة. هذا وحمل البيان الحكومة المقترحة وبعثة الأمم المتحدة حملهما مسؤولية الهجوم على منطقة أبي كماش مطالبا بسحب من وصفها بالقوة المعتدية على الفور. هذا وقد قالت مصادر تونسية وليبية أن معبر رأس جدير الحدودي أعيد افتتاحه السبت بعد إغلاقه لمدة يوم واحد جراء الاشتباكات التي اندلعت في منطقة أبي كماش. وقال أمير منفذ رأس جدير محمد مرضية في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية، حيث قال إن حركة مرور المسافرين إلى تونس عادت بصورة طبيعية وفق قوله. على خلفية الهجوم الذي قام به آمر المنطقة العسكرية الغربية المكلف بدوره من قبل الرئاسي المقترح أسامة جويلي على أبو كماش ورأس جدير، توجه وفد من بلدية زوارة لمقر الحكومة المقترحة، وذلك لتوضيح أسباب هذا التحرك. أكثر من 16 ساعة من الانتظار قضاها الوفد القادم من مدينة زوارة أمام مقر المجلس الرئاسي المقترح بطرابلس. الوفد المكون من مجلس الحكماء والأعيان والغرفة الأمنية المشتركة ببلدية زوارة وبرئاسة عميد البلدية حافظ بن ساسي أتى لمقابلة رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج لتفسير ما حدث فجر يوم الجمعة وتوضيح أسباب الهجوم الذي قام به آمر المنطقة الغربية أسامة جويلي المكلف منذ يوليو 2017 من قبل الحكومة المقترحة. يبدو وفق رأي مراقبين أن السراج لم يكن مكترثا لما يجري في البلاد التي شهدت اندلاع اشتباكات في مكان بالغ الحساسية هو معبر رأس جدير الحدودي مع تونس. وتواجد السراج صباح السبت في ملتقى ثقافي في طرابلس في الوقت الذي كان فيه الوفد ينتظر وصوله. عميد بلدية زوارة قال في تصريحات صحفية إن السراج يعلم بوصولنا وعليه القدوم والاستجابة لنا وتوضيح أسباب هجوم جويلي على المنطقة، وإن لم يأتي فإننا سنقوم بتغيير كافة الموازين تجاه حكومة السراج. ويبدو أن هذه التصريحات وبعد ساعة من صدورها دفعت السراج للحضور والاجتماع مع وفد زوارة. وأكد عميد بلديتها في اتصال مع التناصح على صدور اتفاق بتجميد كافة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية والدعوة لاجتماع مشترك بحضور أسامة جويلي واجتماع آخر يضم كافة الغرف الأمنية بالمنطقة الغربية وبحضور أسامة جويلي في المنطقة المحمية. حركات دائبة واجتماعات متتالية يأمل الجميع أن تسهم في استقرار المنطقة. قالت مصادر مطلعة من سلوق أن سيارة مفخخة انفجرت في المدينة صباح السبت دون ذكر أي خسائر. السيارة انفجرت أمام منزل موسى النمر العقوري وهو أحد المترشحين للانتخابات بالقرب من الطريق العام، وخلفت خسائر مادية بالمكان وهلعا كبيرا بين السكان. يأتي هذا التفجير بعد اغتيال مسؤول ملف التعليم صلاح جلوال العقوري، ويشير إلى أن سلوق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الكرامة تشهد موجة من الاغتيالات والتفجير بعد عزم بعض الناشطين الترشح للانتخابات. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اغتيال الناشط المدني ومدير مكتب التعليم ببلدية الأبيار صلاح جلوان أو صلاح جلوان القطراني الذي أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة. وطلبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالحكومة المقترحة بفتح تحقيق شامل وعاجل في وقيعة اغتيال الناشط المدني، وذلك لكشف ملابساتها وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. عمليات اغتيال جديرة وتفجيرات تحدث في المنطقة الشرقية تطال من أشيع بأنهم سوف يترشحون للانتخابات، هي رسالة جديدة ومخطط قديم. قالت بن سودة إن قيادة الكرامة أعلنت إيقاف الورفلي وإحالته إلى المدعي العام العسكري وإيقافه عن العمل، فيما نما إلى علم الجنايات الدولية
مزاولة آمر ميليشيات الصاعقة لعمله حتى بعد تجريمه من قبل المحكمة، الأمر الذي اعتبره مراقبون تكذيبا من الجنايات الدولية لعملية الكرامة وفقدانا لثقة بينهما، الأمر الذي قد يجعل من الكرامة محل مراقبة دائمة وملاحقة قد لا تتوقف من قبل. نعتذر لهذا الخطأ، كانت مصادر مقربة من ما يسمى عملية الكرامة في بنغازي رفض بعض قادة الميليشيات أوامر حفتر التوجه إلى مدينة درنة. هذا وكانت المصادر ذاتها قالت إن محمود الورفلي وعلي الفسي وجبريل الفارسي رفضوا أوامر مباشرة من حفتر بتوجه ما يسمى قوات الصاعقة للقتال في محاور درنة. يشار إلى أن بنغازي شهدت مظاهرات ووقفات احتجاجية رافضة لخليفة حفتر. قادة ما يسمى بمحاور الصاعقة وعلى رأس محمود الورفلي المطلوب من الجنايات الدولية وجبريل الفارسي وعلي الفسي يرفضون التوجه إلى درنة والقتال مع خليفة حفتر. نتابع. ما أكدت عدة مصادر من المنطقة الشرقية أن رموزا بارزة في تيار ما يسمى بالكرامة رفضوا التوجه والقتال في محاور درنة دون إبداء أي معلومات أخرى. بدأت الشكوك تدور عن حقيقة ما يجري داخل تيار الكرامة، خاصة بعد احتجاجات العواجير في عدة مناطق أهمها سلوق وبنغازي. كامرودين هدم أول بوابة حاربت الإرهاب في ليبيا، بوابة العزة والكرامة. بوابة برسس الصامدة. فقادة ما يسمى بمحاور الصاعقة وعلى رأسهم محمود الورفلي المطلوب من الجنائية الدولية وجبريل الفارسي وعلي الفسي تفيد التسريبات أنهم يرفضون التوجه إلى درنة والقتال مع حفتر. يترافق هذا مع رفض بعض العسكريين في مصر تغول حفتر على المؤسسة العسكرية. تصدعات معسكر الكرامة مستمرة منذ أن انشق الناطق باسم ميليشيا الكرامة محمد الحجازي وأخرج الكثير من الحقائق عن نوايا حفتر التوسعية، مرورا بانشقاق فرج البرعسي ومن ثم جعيم وغيرهم، مما ينبئ بأن الكرامة تضعف في مهدها. يصاحب هذا قيام حفتر بتأسيس كتائب خاصة على غرار كتائب القذافي مكونة في أغلبها من قبيلة الفرجان. هذا بحسب مراقبين جعل مكونات واسعة من المنطقة الشرقية تبتعد عن مجرم الحرب حفتر، أهمها قبيلة العواجير التي طالما نصرته منذ قيام ما يسمى بالكرامة. وماذا بعد رفض قادة أهم ميليشياته الانصياع لأوامره؟ ماذا بعد المكالمات المسربة بين عون الفرجاني ومحمود الورفلي والهجوم على برسس واعتقال فرج جعيم؟ أسئلة عديدة تحتاج إلى أجوبة مقنعة وتنبئ الإجابة عليها عن عمق الشرخ في معسكر ما يعرف بالكرامة. بالعودة للحديث عن الاغتيالات في منطقة سلوق، ينضم إلينا السيد أو الدكتور فتحي الفاضلي وهو المحلل السياسي والأستاذ والكاتب الجامعي. دكتور فتحي، أهلا وسهلا بك معنا في أخبار الحادي عشر من التناصح. بداية، هل ترى رابط مشترك بين عمليات الاغتيال التي تمت أخيرا، عمليتين اغتيال في سلوق طالت نشطاء مدنيين كانوا يتوقع كثيرا أنهم من المترشحين للانتخابات، وبين عمليات اغتيالهم الاثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة وأحييك أستاذ سلام وأحيي مشاهديك الكرام. حقيقة أستاذي بالتأكيد علاقة جيدة جدا. هذه المجموعة وهذه الميليشيا وهذه العصابة التي سميت نفسها بالكرامة، أتحدث عن قياداتها لا أتحدث عن الأفراد والكذا، الذين مدعمين بقوة إقليمية لها أطماع واضحة معلنة في وطننا، منها مصر ومنها الإمارات ومنها بعض الدول التي تعلن أطماعها ودعمها لهذه العملية العسكرية الدموية التي منذ انطلاقها حتى يوم هذا والدماء لم تتوقف على أرض ليبيا. هؤلاء الطغمة، هذه الطغمة سيدي كريم إن صح التعبير، هذه الطغمة بالتأكيد ضد الديمقراطية وضد أن تقاد. هذه جاءت لتبقى حسب ما يعتقدوا، يعني لن يبقوا بإذن الله، لكن حجم الكم الهائل من الجرائم ضد الإنسانية والكم الهائل من جرائم الحرب التي قاموا بها
والدمار والتنمير والتهجير والعنف والظلم والتعذيب والقمع. يعني أصبحت قضية بقائهم في السلطة بالنسبة لهم قضية مصير، ولذلك هم أعداء للديمقراطية منذ اليوم الأول. هم أعداء للديمقراطية، ما عندهمش خط تراجع، ما عندهمش خط تراجع، لا يستطيع أن يحتكموا إلى العقل، إلى الحرية، إلى الديمقراطية، إلى الحلول السلمية. ولذلك بالتأكيد وراء هذه الاغتيالات سيدي الكريم، هم من اليوم الأول أعلنوا تجميدهم للإعلان الدستوري. قاموا، كانت هناك قوة شرعية موجودة في الوطن استلمت القيادة بصندوق الانتخاب. طيب إذا إذا طيب هم دائما ضد طيب دكتور إذا طيب دكتور 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 من خلال هذا الربط في مستقبل قريب، دكتور يعني دكتور فتحي من خلال هذا الربط، وإذا صحت التحليلات فإننا لن نجد أي شخصية بارزة من مدينة بنغازي والشرق عموما تتوجه وتدخل نفسها ويدخل اسمها في المعترك الانتخابي القادم، لذلك لربما لن يترشح إلا دعني أقول اسم من قبيلة أو مسميات حفتر وأحد المرضيين عنه دعني أقول. نعم أستاذ الكريم، لن يعني هكذا يفكرون ألا يشتكي خارج دائرة سيطرتهم من الترشح. لكن هذا دليل آخر على رفض وعداوة للديمقراطية. أنت لما تكون معادي للديمقراطية لا يحق لك أن تترشح أصلا. يعني معادي للديمقراطية بمعنى أنك أنت لا تؤمن بثبات السلطة سلميا يعني. ولذلك الآن البعثة المتحدة تدرك هذا جيدا، يعني تدرك أن حتى عملية التفويض انتهت بجملة مؤقتا. وأيضا أعلن قائد الكرامة والله ننتظر النتائج بالنسبة للتفويض، وإلا التفويض يظل بديل آخر. وها الآن اغتيالات. إذن هؤلاء، هذه الطغمة واضح جدا للجميع، لمجلس الأمن، لبعثة الأمم المتحدة، للمواطن الليبي، للجميع، أنهم ضد الحل السلمي، ضد العملية السلمية، وضد تبادل السلطة السلمية. وبالتالي سيدي الكريم يعني حقيقة عليهم أن يخرجوا من المشهد، يعني لا يحق لهم أن ينتخبوا، لأنهم حتى لو فازوا بأي طريقة، بالتزوير، بالأعداد، بالإرهاب، بالتخويف، بالسماح لأعوانهم فقط بالترشيح، حتى لو فازوا ستدخل البلاد في عهد ديكتاتوري جديد 100%، لأنهم أعداء مرة أخرى للحرية، وأعداء للدولة. طيب عموما دكتور، عموما دكتور، أعداء للدولة الإسلامية. أستمع إلى المسماري قال العسكريين من حقهم يخشوا الانتخابات. يعني العسكريين هم أبنائنا ويعني وجزء من الوطن وليبيين، لكن قانون العالم كله الجيش يعني ما يخشش في الانتخابات، لأن يعني بالتأكيد كما تقول يفرض عليه أو يؤمر أو يفرض عليه شخصية معينة. إذا تصريح المسماري بقاء التفويض كبديل، إلغاء الإعلان الدستوري من أول يوم والكرامة، يا أخي أدلة كثيرة جدا تدل على هؤلاء الناس ضد تبادل السلطة السلمية. وبالتالي على مجلس الأمن أن يتخذ قرار، يعني ما خليش البلاد خاشة في بعضها. باختصار الإخوة هذول يقولون لك فزت وما فزناش، نحن في النهاية قاعدين. واضحة جدا للصغير والكبير، للمتعلم، للمثقف، لغير المثقف. هؤلاء الناس ضد تبادل السلطة السلمية. طيب. وعلى بعض الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتخذ قرار ما في هذا الشأن، من ناحية تدعو الانتخابات، ومن ناحية عندك الطغمة الفاسدة هذه اللي ضد الوطن، كل ما يبدأ حل ولا في الأفق بصيص أمل، بصيص حل. طيب وصلت الرؤية دكتور. دكتور فتحي وصلت الرؤية، أشكرك جزيل الشكر. كده معنا الدكتور فتحي الفاضل، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أظهر فيديو مرئي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة مجموعة من الشباب طلبوا قائد ميليشيا الكرامة بالإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيب. هذا وندد المجتمعون بما وصفوه أعمال الهدم والحرق والتهريب أو التخريب عفوا التي تمارسها ميليشيات الكرامة، إضافة إلى تدمير بوابة برسس والتي وصفوها بصمام الأمان. كنا ولازلنا الداعم الرسمي والفتيل والوقود لعملية الكرامة في الحرب على الإرهاب، وإننا على درب شهداء. أعلن مستشفى الجلالي الجراحة والحوادث بني غازي استقباله 11 قتيلا و118 جريحا في عام 2017 جراء القصف العشوائي والسيارات المفخخة ومخلفات الحرب والأعيرة النارية. هذا وقال المستشفى على صفحته الرسمية الجمعة أن منطقة السلماني في بني غازي
من تصدرت قائمة حوادث إطلاق النار العشوائية، تليها منطقة سحسان ثم الماجوري، بينما جاءت منطقة بنينة في صدارة القائمة من المناطق خارج إطار مدينة بني غازي. قال مصدر أن من الهلال الأحمر بني غازي صباح سبت أن فرقهم قد قامت بانتشال 3 جثث متحللة عثر عليها في منطقة سيخ ربيج. الجثث نقلت إلى دار الموتى في مركز بني غازي الطبي للتعرف على هويتها ودفنها. في ذات السياق أكد الهلال الأحمر على صفحته الرسمية تواصل جهود فرق الطوارئ في انتشال باقي الجثث من أماكن الاشتباكات السابقة، ومطالبا ما وصفها بالأجهزة الأمنية في المدينة بتوفير الحماية اللازمة. يشار إلى أن مركز بني غازي الطبي أعلن الأربعاء دفن 5 جثث مجهولة الهوية عن طريق الهلال الأحمر فرع مدينة بني غازي. استهدفت ميليشيات ما تسمى بعملية الكرامة وبالمدفعية الثقيلة مواقع سكنية في المدخل الغربي لمدينة درنة مقابل حي السيدة خديجة، وذلك عصر اليوم السبت. وأسفر القصف عن تعرض عدد من المنازل لأضرار متوسطة. وأكد مصدر طبي من مستشفى الوحدة الطبية عدم تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين جراء هذا القصف. يذكر أن المدخل الغربي لمدينة درنة قد سبق وأن تعرض لقصف عشوائي من قبل ميليشيات ما تسمى الكرامة، ويعد هذا القصف هو 5 خلال أسبوعين. أكدت قوات البنيان المرصوص السبت أنها سلمت مكتب أملاك الدولة الليبية في مدينة سرت وثائق ومستندات تحفظت عليها إبان العمليات القتالية ضد ما يسمى تنظيم دولة. المركز الإعلامي للبنيان قال أنهم سلموا مندوب مكتب الأملاك العامة سرت محمد الحسين خليل 584 ملفة تحفظت عليها في مصراته، وذلك بحضور أمير غرفة عمليات البنيان العميد بشير القاضي ومدير مكتب أملاك الدولة في مدينة مصراته حسين محمد وأمر سرية حق الشهيد أحمد علي غباق. يذكر أن البنيان المرصوص قد أعلن تحرير مدينة سرت في ديسمبر عام 2016. قالت الكتيبة 301 مشاة أنها تمكنت من ضبط سيارة مفخخة في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس. وأوضحت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية أنه بعد ورود معلومات حول وجود سيارة مفخخة في محيط سوق العيلة، تمكن أفراد الكتيبة بالتعاون مع الأمن المركزي أبو سليم من ضبطها. قالت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الإنقاذ سميرة الفرجاني أن الانتخابات المقبلة في ليبيا مفصلية، وذلك عائد للتزوير في منظومة الرقم الوطني. هذا وكانت الفرجاني قد كتبت على صفحتها الرسمية أنها نبهت من تولي شركة لمشروع الرقم الوطني عليها الكثير من التحفظات والقيام بعملية تزوير مباشر وفق ما نقلته عن مسؤولين في السجل المدني. هذا وأكدت أن الشركة التي نفذت مشروع الرقم الوطني هي ذاتها التي أعادت منظومة المحروقات في المصرف المركزي وبتوجيهات من علي زيدان ومنظومة علاوة العائلة، وبذلك أصبحت تسيطر على قدر كبير جدا من المعلومات. إلى ذلك قالت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الإنقاذ سميرة الفرجاني أن حالات التزوير في منظومة السجل المدني قد أحيلت للنيابة العامة، ولا زال الكشف جار للعديد من الاختراقات. وقالت الفرجاني أن الشركة التي نفذت منظومة الرقم الوطني عليه الكثير من علامات الاستفهام، بل ولها يد في الفساد لما وجد فيها من تلاعب في العقود. هذا وأكدت أنها طالبت بتعديلها وتسليم المنظومة للوزارة دون جدوى، معتبرة أن التسليم قد حدث بشكل صوري. تشكيك في سجل الناخبين بمنظومة السجل المدني للانتخابات الليبية القادمة، وعلامات استفهام حول الشركة التي نفذت منظومة الرقم الوطني. مزيد من التفاصيل مع عبد الحكيم محمد. تعتبر الانتخابات على مر التاريخ من أعظم أدوات الديمقراطية على الإطلاق، غير أن هناك العديد من الحالات المسجلة التي شوهت صورة الانتخابات مثل العنف والتزوير والفساد والرشوة. ونتيجة لذلك ارتبطت كلمة انتخابات مع كلمة تزوير برباط ذهني راسخ لدى الإنسان، وذلك لما شهدته العملية الديمقراطية من تزوير في معظم دول العالم. في هذا السياق جاءت شهادة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الإنقاذ سميرة الفرجاني
أن هناك حالات تزوير في منظومة السجل المدني قد أحيلت للنيابة العامة، حيث قالت الفرجاني أن الشركة التي نفذت منظومة الرقم الوطني عليها الكثير من علامات الاستفهام، بل ولها يد في الفساد لما وجد فيها من تلاعب في العقود، مؤكدة أنها طالبت بتعديلها وتسليم المنظومة للوزارة دون جدوى، وأن التسليم حدث بشكل صوري. وقبل الوصول إلى المرحلة النهائية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعلق عليها آمال كبيرة داخل ليبيا وخارجها لإعادة الاستقرار للبلاد، لا بد من ضمان نزاهة العملية الانتخابية. قد تكون التحضيرات غير كافية بحسب رأي مراقبين، لأن الأطراف الليبية تحتاج أولاً إلى خارطة طريق واضحة، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ينظم العملية الانتخابية الجديدة، إضافة إلى ضرورة الاستفتاء على الدستور، لأن الانتخابات بلا دستور ستؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة وربما حكومة رابعة. إن التلويح بإجراء انتخابات بين الفينة والأخرى دون توفر الشروط الموضوعية ولا القانونية الدستورية قد تنم عن سياسة متبعة باستمرار. توقع مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي خروج ليبيا من أزمتها العام الجاري وذهابها إلى المرحلة الدائمة والمستقرة بعد تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الجمالي في تصريح له السبت أكد أن الجامعة العربية تدعم كافة الأطراف الليبية وتتشاور مع الأمم المتحدة، وذلك بغية تحقيق السلام الشامل في ليبيا، كل ذلك بحسب تعبيره. فصل قصير وتتابعون من بعده. تكليف لجنة لحصر احتياجات مدينة تورغا تمهيدا لعودة النازحين. هالأيام بدأت تشوف السلبيات ولا تهلبة، وحتى اللي يبي يدير حل ما عادش عرف منين يبدأ. لكن هذا مش معناه إن نقعمزه وما نديره شيء. هاي فرصة جديدة وجت لعنا، حاول تشارك فيها وما تكونش حتى أنت من السلبيين. سجل لي إنك مواطن، لأن هذا حقك ولازم تدافع عليه، ولأن الوطن مسؤولية الكل، أني وإنتي وإنت في كل مكان في ليبيا. لازم نسجله باش نساهمه كلنا في بناء مستقبل لينا ولأولادنا، والتسجيل أسهل منه ما فيش. مجرد إنك تكتب رقمك الوطني مربع رقم مركز الانتخاب وتبعتهم على الرقم 15015، ولأي استفسار اتصل على الرقم 1441. هيك تكون سجلت وخدمت روحك وخدمت بلادك ليبيا. سجل الناخبين مكسب لكل الليبيين. أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانية أنها أنهت تدمير آخر مخزونات الأسلحة الكيميائية الليبية، وذلك بموجب قرار
مجلس الأمن الدولي رقم 2298 والذي يجيز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإسهام في نقل وتخزين وتدمير الأسلحة الكيميائية الليبية تحت إشراف ذات المجلس. هذا وقال بيان صادر عن الوزارتين الألمانيتين إن برلين قد أنهى تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية والتي قدرت مرحلتها الأخيرة ب 500 طن من المنتجات الكيميائية السامة وقد وصلت إلى ألمانيا 2016 وتضمنت 23 خزانا من المواد الكيميائية. قام رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج بتكليف عدد من وزراء الحكومة المقترحة بزيارة مدينة ورغاء صباح الأحد. وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسي المقترح فأن هذه الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعودة أهل المدينة في الموعد الأول من فبراير القادم وفقا للاتفاق المبرم بين كل من مدينتي مصراتة وتورغا. إلى ذلك ناقشت اللجنة المكلفة من الحكومة المقترحة بمتابعة اتفاق تورغا مصراتة للإشراف على عودة اللاجئين إلى تورغا سبل تسهيل تطبيق هذا الاتفاق. وعرضت اللجنة الخميس ما تم اتخاذه من خطوات فعلية لتهيئة البنية التحتية للمدينة ومطالبة القطاعات المختلفة لتقديم الخدمات اللازمة بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بداد جنسو إضافة لوزير شؤون المهاجرين يوسف جلالة. هذا وتم في الاجتماع التأكيد على قيام اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المكلفة بتأمين تورغاء تمهيدا لدخول الفرق الفنية والتنسيق مع وزارة الداخلية لتكليف غرفة أمنية مشتركة لتأمين كامل المدينة. قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها قدمت خدمات صحية لما يقارب 930 ألف شخص في ليبيا. عرفت البعثة أن الخدمات الصحية التي قدمت خلالها العام الماضي قد شملت خدمات العلاج والدعم من خلال توفير الإمدادات والمعدات الطبية للمرافق الصحية بما في ذلك بناء القدرات، علاوة على تنفيذ حملة تحصين استهدفت أكثر من 700 ألف شخص. هذا وكانت منظومة الصحة العالمية قد قدمت في منتصف ديسمبر الماضي أكثر من 60 مجموعة صحية إلى مستشفيات داخل ليبيا. قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت أنها أسهمت في إيصال المياه لأكثر من 47 ألف فرد في ليبيا خلال عام 2017. أوضحت البعثة عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أنها تمكنت من إعادة تأهيل 37 بئرا إضافة إلى حفر بئرين جديدين في كل من مدينتي سبها والقطرون. إلى ما تم رصده اليوم من أخبار للبلديات. قال المتحدث باسم المجلس البلدي سرت محمد لميل إن جمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية بطرابلس قامت بتسيير قافلة مساعدات غذائية ممولة من برنامج الغذاء العالمي إلى أكثر من 450 أسرة نازحة من سرت وتورغاء يقطنون مدينة بني وليد. وأضاف الأميل في تصريحات صحفية أن المساعدات اشتملت على مواد غذائية تكفي لشهرين وأن آلية التوزيع كانت بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الأزمة بالبلدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع استلام مساعدات أخرى الأيام المقبلة مخصصة للأسر المعوزة وفاقدي السند بسرت. قامت بلدية طرابلس المركز السبت ماراثون أطفال الوطن بمشاركة تلاميذ مراحل التعليم الأساسي بمختلف مدارس التعليم في مدينة طرابلس. وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية أن هذا الماراثون جاء برعاية ودعم مكتب الشباب والرياضة ببلدية طرابلس المركز وبالتعاون مع مؤسسة ليبيا للسياسة والمناشط، وانطلق السباق من جزيرة الميناء وصولا إلى ميدان الشهداء. قام عميد بلدية سبها حامد الخيالي بزيارة لمقر راديو صوت سبها الحرة وتفقد آخر المستجدات المتعلقة بعودة بث الراديو بعد توقف لأكثر من 3 سنوات. وقال عميد بلدية سبها في تصريح لصحيفة فسانيا
إن البلدية سوف تستقبل الأيام القادمة حدثا مهما، وهو تشغيل راديو البلدية المتوقف منذ سنوات، مضيفا أن البلدية قدمت جزءا من الدعم من أجل عودة تشغيل الراديو. يعقد المجلس البلدي صبراتة الاثنين حلقة نقاش ببيت شباب صبراتة حول كيفية التسجيل بسجل الناخبين والتعريف بإجراءات الترشح. وأوضح بلد صبراتة عبر صفحته الرسمية أن حلقة النقاش هذه تأتي بإشراف مكتب الدائرة الانتخابية الزاوية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيا كافة أهالي صبراتة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين للحضور وإثراء حلقة النقاش. انطلقت الجمعة ببلدية غريان الحملة الوطنية الخامسة للتشجير بمتنزه أبو غيلان السياحي تحت الشعار نغرس شجرة نبني وطنا. وقال عضو المجلس البلدي غريان المتابع لقطاع الزراعة يوسف قدمور إن الحملة يجري تنفيذها بإشراف المجلس البلدي غريان وقطاع الزراعة بالبلدية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المياه ووزارة الحكم المحلي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن الحملة تستمر يومي الجمعة والسبت داخل متنزه أبو غيلان وتستمر بعد ذلك داخل نطاق بلدية غريان لتشمل الساحات العامة وساحات المدارس. بعيدا عن الشأن المحلي، حيث قال كاتب سعودي بارز الجمعة إن السلطات السعودية قد نفذت الخميس حملة اعتقالات جديدة. الاعتقالات طالت 11 أميرا ووزيرا سابقين ورجال أعمال، وجهت لهم عدد من القضايا على رأسها التلاعب بالمال العام. الكاتب السعودي جمال قجي قال إن المعتقلين قد وجهوا انتقادات إلى المحكمة السعودية في عدد من القضايا، ومن جهته أكد أن بعضهم كان يدعو للبطش ضد كل من ينتقد الدولة على حسب قوله. يشار إلى أن ولي العهد السعودي يقود حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من الأمراء في العائلة الحاكمة. إلى سعر صرف دينار ليبي مقابل بعض من العملات الأجنبية. ختام تذكير لأهم الأنباء. بعد تحركات المنطقة العسكرية الغربية بزوارة، السراج يأمر بإيقاف الأعمال القتالية. الورفلي وآخرون من ميليشيا الكرامة يرفضون القرار الصادر عن خليفة حفتر. ميليشيات الكرامة تستهدف مدخل درنا الغربي. تابعتم أيضا تكليف اللجنة لحصر احتياجات مدينة ورغاء. أشكركم على المتابعة والاستماع، دمتم ودم الوطن في أمان الله، إلى اللقاء.